دعاء: اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقي بعيدا فقربه، وإن كان رزقي قريبا فأظهره، وإن كان رزقي قليلا فزده، وإن كان رزقي كثيرا فباركه. هذا دعاء لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يوجد له أصل في كتب السنة، وإنما ذكره ابن أبي الدنيا في كتابه الفرج بعد الشدة، وذكر أن رجلا من أهل العلم قال: نزل علينا رجل من ولد أنس بن مالك فخدمته، فلما أراد أن يفارقني أمر لي بشيء فلم أقبله، فقال: ألا أعلمك دعاء كان جدي يدعو به وما دعوت به إلا فرج الله عني، وذكر دعاء من ضمنه هذا الدعاء. لكن هذا لا يصح، لأنه أصل ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من رجل من سلالتي ومن صلب أنس بن مالك رضي الله عنه، ومع هذا فالسند فيه مجهول فلا يعتد به. وهذا الدعاء تتناقله كتب الأدب عن بعض الأشخاص، وذكره بعض الفقهاء في كتبهم من أنه دعاء لصلاة الضحى، يقال في صلاة الضحى أو دبر صلاة الضحى، وهذا لا أصل له ولا يوجد له أصل في كتب السنة بعد البحث، فليتفطن لهذا.